قالت مصادر بقطاع الأمن الوطني إن هناك معلومات أولية تشير إلى مصرع الضابط السابق عماد عبد الحميد الذراع اليمنى لهشام عشماوي الضابط المفصول والمؤسس للتنظيم الإرهابي المرابطون في ليبيا، وذلك في الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الجيش والشرطة على الإرهابيين في الصحراء الغربية مؤخرا. وأضافت المصادر أن القطاع يسابق الزمن لكشف هوية خلية عشماوي التي نفذت هجوم الواحات بعد حصول الطب الشرعي على عينات الدي ان اي من جثث الإرهابيين. إلى فاصل مشاهدينا ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة وناس. والسي اي اي يكشف أسرار جديدة عن بن لادن وعشقه لأفلام ديزني للأطفال، تابعونا.